للاعب بوداوي، يقول له باللي هو الاخ والابن، يقول له باللي انت لاعب كبير وعندك مستقبل كبير ومازالك شاب، وهذه عادي جدا، فيه لاعبين كبار صارت لهم يعني هذه الحادثات. نقول على سبيل المثال صارت في اوروبا، وين لاعب كبير وين كان الفاس في برشلونة طاولوا حبه موس كلاها. كان انا عمي قبل حكى لي وين كان لعب مره هنا في الملاعب كبير حميد برناوي، وين خطره لعب رماولو عطاولو، كل انا عمل بنفس الحركه.